سيرة ومسيرة. سيرة ومسيرة، رحلة نسير فيها سويا نحو المشاعر لنأخذ منها أهم الدروس والعبر، ونتعرف فيها على أهم معالم مسيرة الحج وتاريخه. سيرة ومسيرة. اليوم رح نتكلم عن أجزاء الكعبة. سميت الكعبة بهذا الاسم لكونها بناء مربعا ومكعبا تقريبا، واللي يوصل ارتفاع الكعبة المشرفة إلى 15 مترا، ويبلغ عدد أجزاء الكعبة ومكوناتها ل13 جزءا. ومن أشهر أجزاء الكعبة المشرفة هو الحجر الأسود وباب الكعبة اللي يقع في الجهة الشرقية من الكعبة، وهو مرتفع عن الأرض بأكثر من مترين، والميزاب واللي يسمى ميزاب الرحمة، ومنه يصب المطر اللي يتساقط على سطح الكعبة المشرفة في حجر إسماعيل. وهناك أيضا الشاذروان، وهو الرخام المائل المحيط بقاعدة الكعبة المشرفة، واللي يستدير على الكعبة من جميع الاتجاهات عدا باب الكعبة. ويأتي حجر إسماعيل ويسمى بالحطيم لأنه تحطم وانفصل عن الكعبة، ويوجد الملتزم وسمي هكذا لالتزام الطائفين في هذا المكان، ومقام إبراهيم وهو محل قدم نبينا إبراهيم عليه السلام ويقع بالقرب من الكعبة، وأيضا ستارة الكعبة وهي الجزء الأشهر في الكعبة المشرفة. وكان أول من كسى الكعبة كسوة كاملة هو تبع اليماني، ومن بعده بدأ الملوك يكسون الكعبة، وقد كساها الرسول عليه الصلاة والسلام كسوة بيضاء بينما كانت قبل الإسلام حمراء ثم خضراء وأخيرا سوداء، وبقيت هكذا حتى الآن. ويوجد أيضا خط المرمر البني، وهو خط مرسوم على الأرض من اتجاه ركن الحجر الأسود، ويحدد علامة بداية الطواف ونهايته. أما عن الأركان الأربعة للكعبة المشرفة، ومن أهمها هو ركن الحجر الأسود، وهو الركن الممتد من أعلى الكعبة إلى أسفلها، ويقع فيه الحجر الأسود ومنه يبدأ الطواف. وبعدها يأتي الركن العراقي لكونه باتجاه العراق، فقد سميت طرق الحج قديما على أسماء البلاد القادم منها الحجاج. ثم يأتي الركن الشامي وهو باتجاه الشام، وكل ما يليه يسمى قديما بالشام. وأخيرا الركن اليماني ويقع يمين الكعبة، وكل ما هو يمين يسمى يمن، وهو اتجاه اليمن الآن. سيرة ومسيرة. سيرة ومسيرة.